ربنا نيح نفسها. حقيقة مثل الكرم والكرمين هو مثل من ضمن أحداث أسبوع الألام، من ضمن أحداث أسبوع الألام تبتدي مواجهات بتحصل بالضبط يوم ثلاث البسخة بين المسيح وبين الكتبة والفريسيين. من ضمنها المثل ده، مثل الكرم والكرمين، ومن ضمنها إنجيل الويلات. السؤال ايه اللي ربنا عايزه؟ ربنا عايز الثمر. ربنا هو صاحب الكرم وبيطالب بالثمر. مشكلتهم ان كان عندهم الثمر لكن كان الثمر لحساب ذواتهم، كان الثمر لحسابهم الخاص مش لحساب ربنا. الله بيطالب بالثمر، وده شيء طبيعي وموجود في الانجيل في اكتر من موضع. تفتكروا انجيل الوزنات؟ واحد وزع وزنات على عبيده، واحد خمسة وواحد اتنين وواحد واحدة، ورجع بعد فترة يطالب بايه؟ بالثمر. اللي جاب خمسة دخل فين؟ ادخل الى فرح سيدك. واللي جاب اتنين قال له برضه ادخل الى فرح سيدك زي اخوه بالظبط. واللي كان معاه واحدة رجعها دفنها ما جابش حاجة. فالمسيح قال له ايه؟ للظلمة الايه؟ الخارجية. اذا الله دائما يطالب بالثمر. انتوا عارفين اللي بيزرع قمح؟ اي واحد عنده حتة ارض بيزرعها قمح، متوقع ايه بعد فترة؟ انها تطلع ايه؟ تطلع قمح، تطلع ثمر. الله وضع في كل واحد فينا الروح القدس. فاكرين امتى؟ ها؟ في المعمودية. اعطى كل واحد فينا عطية الروح. بنول الله سكن الروح، انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. بس خد بالك انه هيجي في وقت ويعمل ايه؟ ويطالب بالثمر. هيجي في وقت ويطالب بالثمر. كل واحد فينا هيتسأل السؤال ده، انت تعرف ثمر الروح؟ اه، موجودة في سفر في رسالة غلاطيا بولس الرسول قال كده، اما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنا. عندك مين فيهم؟ عندك مين فيهم؟ عندما أعطانا الله الروح معناها ببساطة هيطالبنا بالإيه؟ بالثمر. مشكلة العهد القديم، مشكلة الكرامين في العهد القديم، إن خدوا الثمر لذواتهم لحسابهم. أقول كلمة وما تزعلوش، مشكلة العهد الجديد إن ما عندهمش ثمر أساسا. الثمر ضعيف قوي، المحبة قليلة، الفرح مش موجود، السلام مش في القلب. طول أنا، مين فينا بيستحمل أخوه حتى؟ مين بيستحمل والده لما يكبر في السن شوية؟ مين بتستحمل حماتها؟ حدش. في عندنا تعفف، عندنا حياة قداسة، عندنا ايه من ثمر الروح؟ كل واحد هيقف قدام الله ويتسأل السؤال ده، فين الثمر بتاعك؟ انت كنت جزء من الكرمة بتاعتي، انت كنت غصن فيا. بس فاكرين الآية بتاعت الغصن؟ انتم، انا هو الكرمة الحقيقية وانتم الاغصان. كل غصن فيا ايه؟ لا يأتي بثمر يقطعه، والذي يأتي بثمر يعمل فيه ايه؟ ينقيه ليأتي بثمر اكثر. كلنا مطالبين بثمر، وكلنا عندنا ثمر ضعيف قوي. عشان كده لازم ناخد بالنا ان دي احدى الطلبات اللي لازم نطلبها كل يوم من ربنا. نطلب منه ان احنا عايزين نأتي بثمر ومش عارفين.
احنا مطالبين امامك ان احنا نجيب ثمر ومش عارفين، مطالبين ان يبقى عندنا على الاقل واحدة من التسعة اللي كاتبهم بولس الرسول ومش عارفين. عشان كده النهاردة هنتكلم عن نقطة واحدة بس، ازاي نجيب ثمر، ازاي حياتنا يبقى فيها ثمر الروح لئلا نفاجأ بالموقف بتاع الكرامين القدام، ان المسيح باعت يطلب الايه الثمر وملقاش ثمر، يقول لك خد منهم الكرم واعطاه لكرامين ايه اخرين. الفرصة معانا النهاردة، الفرصة معانا ان احنا نجيب ثمر. هقول لكم على نقطة واحدة بس، انكر ذاتك واثبت في المسيح. هقولها تاني، انكر ذاتك واثبت في المسيح. مشكلة الكرامين القدام ان كان كل حاجة لزواتهم، يقول لك كده يحبوا لما يصلوا يصلوا قدام الناس، يحبوا لما يصوموا ان الناس تعرف انهم صاموا، يحبوا لما يعطوا عطاء او صدقة يبوقوا امامهم بالبوق. عشان كده ربنا قال كده، قال استوفوا ايه اجرهم. انكر ذاتك، يعني ايه انكر ذاتك؟ ما تبينش نفسك في الموضوع، حط نفسك اخر الكل. ان حبيت تعمل حاجة ربنا اعملها في الخفاء، وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك ايه علانية. انكر ذاتك. من ضمن الاساسيات في الخدمة انك انت تخدم ومش مهم تبان، مش مهم الناس تعرف ان انت اللي خدمت، مش مهم ان الناس تعرف ان انت اللي في الصورة، بس المهم ان انت تقدم خدمة من قلبك لربنا، تقدم محبة من قلبك لربنا. العلاقة اللي بيننا هي علاقة خفية مع الله. انا مش بعمل دي عشان فلان ولا علان ولا ترتان، انا بعمل دي عشان ربنا هو اللي ايه هو اللي يشوف. ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. انكر ذاتك. الحاجة التانية، اثبت في المسيح. قال كده بدوني لا تقدرون ان تصنعوا شيئا، مش هيبقى عندكم ثمر طول ما انت لوحدك. لازم نثبت في الكرمة الحقيقية، الثبات في المسيح. فاكرين لما قال كده من يأكل جسدي ويشرب دم يحصل ايه؟ يثبت فيا وانا فيه. اذا الافخارستية جسد المسيح ودمه هي ثبات في المسيح. بس خد بالك دي محتاجة قبليها توبة واعتراف، محتاجة قبليها توبة واعتراف. ماشي يا بون، يبقى انت ليك عندي يوم في الاسبوع نروح فيه الكنيسة نعترف ونتناول، لكن بقيت الاسبوع لا. ما احنا نتفق من دلوقتي، الثبات في المسيح مش بس يوم في الاسبوع، ده 7 ايام في الاسبوع. طب يعني عايز اسيب شغلي واروح الكنيسة يعني؟ لا، بس عايزك الصبح تصلي، عايزك بالليل تصلي، عايزك تقرأ ولو اصحاح في اليوم او نص اصحاح حتى في اليوم. يبقى طول الاسبوع في انجيل شغال، في اشبية شغالة، في صلاة، في محبة لربنا، في خدمة، ويوم الاخير اللي هو مثلا يوم الجمعة او يوم الحد حسب ظروفك يبقى في قداس وتناول. يبقى انا كده علاقتي مع ربنا ماشية طول الايه؟ طول الاسبوع. ده انا مش عايز اقول طول الاسبوع، ده انا عايز اقول طول الحياة، حياتي مع ربنا تبقى مستمرة على طول. لو انت عايز تجيب ثمر لازم تمسك فيه، لو انت عايز تجيب ثمر لازم تمسك فيه،
تاخد من عصارة الكرمة عشان الغصن بتاعك يطلع ايه؟ يطلع ثمر. عشان الغصن بتاعك يطلع ثمر. ممكن بقى واحد يطلع محبة، واحد يطلع طولة بال، واحد يطلع سلام، واحد يطلع فرح، واحد يطلع عفة. مش مهم الفضيلة اللي عندك تكون ايه، بس المهم يكون عندك ولو حتى ايه فضيلة واحدة. بيقولوا كده في التسبيحة يأتي الشهداء حاملين ايه عزباتهم، ويأتي الصديقون حاملين فضائلهم، ويأتي ابن الله في مجده ومجد أبيه. في لحظة ما، في يوم ما، كل واحد فينا هيتسأل السؤال ده، فين الثمر بتاعك؟ في لحن السلام للعذراء بنقول عن العذراء كده، حملتي ثمرة الحياة التي هي يسوع المسيح ابن الله مخلصنا، اتى وخلصنا من خطايانا. هي حملت ثمرة الحياة. طب وانا؟ احنا محتاجين ثمر الروح، محتاجين يبقى عندنا محبة، فرح، سلام، طول اناه. عد معايا زي ما تعد، بس المهم يبقى معانا ايه؟ ثمرة نقدر نقابل بيها مين؟ نقابل بيها ربنا لما يسألنا انت عندك ثمر ايه؟ ازاي حياتك اثمرت؟ الوزنات بتاعك، الوزنات بتاعتك جابت وزنات ولا انت دفنتها؟ مشكلة العهد القديم الكرامين القدام انهم كانوا بيعملوا ثمار لزواتهم، لحسابهم، لمجدهم الخاص. عشان كده النهاردة انا بقول لك على الحاجة دي، انكر ذاتك واثبت في المسيح. انكر ذاتك واثبت في المسيح. كل سنة وانتم طيبين، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. تنشي سيامور.